أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأشرقت الأرض بنور ربها. صدق الله العلي العظيم. ألف ومائة وأربع وثمانون سنة تمضي على المولد الأسعد لبقية الله الأمجد، الأقدس الأزهد، خاتم الأوصياء، وسليل خير الأنبياء، الحجة ابن الحسن المهدي من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الفترة الطويلة، ما يقارب من 12 قرنا، كم تطورنا نحن؟ أولا وثانيا وثالثا، أولا في الماديات تطورنا كثيرا، كنا سابقا قبل 12 قرنا كنا نركب ما ذكره القرآن الكريم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. اليوم نركب سيارات فارهة مريحة سريعة، نركب طائرات. دورنا في تلك العصور كانت أقل في وسائل الراحة ووسائل الأمن من دورنا اليوم، وقس على ذلك بقية الماديات. في الماديات تطورنا كثيرا، في العلميات أيضا تطورنا كثيرا، في كل العلوم حتى العلوم الدينية حدث هناك تطور كبير جدا، قفزة بل قفزات. في العقيدة، العقيدة تطورت خلال هذه الفترة تطورا كبيرا جدا، مفاهيم ما كان في تلك العصور حتى العلماء ما كانوا يتمكنون أن يستوعبوها، اليوم عامة المؤمنين يستوعبوها بكل سهولة. فقهنا تطور كثيرا جدا،
فقهنا آنذاك وفقهنا اليوم أصلا لا مقارنة بينهما. في الماديات تطورنا كثيرا، في العلميات حتى العلميات الدينية تطورنا كثيرا. بقي الثالث، في العمليات الدينية، أعمال، هل تطورنا أم لا؟ الأعمال الدينية التي ركز عليها الدين قبل 12 قرنا واليوم، الأعمال حصل فيها تطور؟ تقدمنا أم لا؟ يبدو لي أنه لم نتطور ولا خطوة واحدة، يبدو لي، إن شاء الله تصوري خاطئ، بل لعله أقول بل تراجعنا، ليس فقط لم نتطور، لم نتقدم. مثلا في الأخلاقيات، الأخلاقيات العملية، الأخلاقيات التي تظهر، يعني مظهر الأخلاقيات لا المخبر، والمظهر مظهر لهذا المخبر. في الأخلاقيات تقدمنا، أخلاقنا اليوم، أخلاق الناس، مجتمعاتنا أفضل من أخلاقياتنا في تلك العصور؟ العفو عن المخطئ، حالة الأخوة، النظر لمساوئ قبل النظر لمساوئ الآخرين، عتاب النفس قبل عقاب الآخرين، هذه الحالات تقدمنا فيها، مجتمعاتنا تقدمت. حالة الأخوة اليوم أفضل من حالة الأخوة قبل 12 قرنا؟ أتصور أننا لم نتقدم، بل لعلنا تأخرنا بعض الشيء. لأجل مشكلة صغيرة ننسف كل صداقاتنا طيلة سنوات طويلة مع شخص، هذه الحالة الآن في هذا العصر أسوأ من القابل أم أفضل؟ أتصور أنه أسوأ من قبل، وإن لم يكن أسوأ على الأقل في نفس المستوى. تطور عملي أخلاقي ما حصل. أحد مراجع التقليد الكبار أدام الله ظله، أنا كنت حاضرا في القضية لا أنقل عن غيري، هو اتصل بأحد أصدقائه القدامى يسأل أحواله، يتفقد وضعه. ذاك بدل أن يشكر هذا اللطف من هذا المرجع، ذاك إنسان تقريبا عادي اجتماعيا، عادي قصدي، بدل أن يشكر هذا اللطف، مرجع متصل عليه بدأ يعنف الكلام معه، كلام عنيف جارح. لماذا هذا المرجع أخطأ أنت تعنف الكلام معه؟ لا، لأنه فلان من أقارب هذا المرجع حسب تصور ذاك الرجل أخطأ بحقه، ما هو ذنب المرجع؟ أنت لماذا لا تؤدب فلانا من أقاربه؟ الإنسان يتمكن أن يؤدب كل أقربائه إن كان مخطئا طبعا. عنف الكلام، كلام خشن جارح، هذا يهدئه. بعد أن انتهت المكالمة قال، خاطبني قال،
فلان ذاك الشخص الذي كان قد اتصل به، صديق قديم لي مهما فعل فيبقى صديقا. هذه النفسية كم هي موجودة فينا؟ شخص لا تحتاج إليه، بل لعله يحتاج إليك هو، أنت تتفضل عليه وهو هكذا يرد، مرة ثانية تتصل عليه لا، على الأقل لا أتصل عليه. هذه النفسية، هذه الأخلاقيات موجودة اليوم أم قليلة؟ لعلي للأسف أقول، لعلي أقول أنها نادرة أصلا، ليست قليلة. وقس على ذلك بقية الأخلاقيات. المجتمعات البشرية عموما وصلت إلى الحضيض في الأخلاقيات. أنا لا أتكلم عن المجتمعات البشرية، أتكلم عن المؤمنين، عن أتباع هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه، أرواحنا فداه. عمليا أخلاقيا لم نتقدم، بل لعلنا تأخرنا، تراجعنا. عمليا في تديننا، في التزامنا، في إطاعتنا لله سبحانه وتعالى، في أداء واجباتنا، تقدمنا؟ لا ألاحظ تقدما، يعني إما في نفس المستوى أو تراجع. هذه الواجبات التي علينا، الواجبات الفردية على الأقل، الصلاة، الصيام. صلاتنا اليوم أفضل من صلاة المؤمنين قبل 100 سنة، قبل 200 عام. يعني البشرية عموما جيلا بعد جيل يتقدمون بصورة عامة في المجال العملي الأخلاقي، في المجال العملي الديني يبدو أنه لا، هنا حصل إخفاق، إخفاق كبير. صلاتنا، صيامنا، ترك المحرمات، المحرمات الفردية، المحرمات الاجتماعية. خضوعنا للحكومات الجائرة الظالمة، ميلنا إليها بعنوان أن هذه الحكومة حكومة شيعية، بعنوان أن هذه الحكومة حكومة كذائية، بألف حجة وحجة، نسينا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تركنوا، الركون اقرأوا في كتب اللغة، الركون الميل، حتى الميل الخفيف، الميل القليل، حتى الميل القليل الخفيف يوجب أن تمس الإنسان النار. في الروايات العديدة وبعضها روايات صحيحة السند، الركون إلى الظالمين من الكبائر. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، أبو الحسن علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليهما، عنده رسالة كتبها إلى المأمون، وهذه الرسالة سندا صحيحة، يعني بسند صحيح وصلتنا هذه الرسالة، فيها كثير من المعلومات الدينية المهمة، من جملتها فيها ذكر في مقطع من هذه الرسالة الشريفة ذكر الكبائر، من جملة الكبائر الركون إلى الظالمين، من الكبائر عندنا الركون إلى الظالمين، ركون ميل، حتى الميل الخفيف، حتى الميل الضعيف القليل، هذا الميل القليل الضعيف من الكبائر، فتمسكم النار القرآن يقول. فكيف بالميل الكثير؟ أصلا الإنسان يذهب معه. هذه الحالة اشتدت اليوم، هذا العمل المحرم الذي هو من الكبائر اليوم في المؤمنين، أقصد في شيعة الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء، هذه الحالة أسوأ من قبل أم أفضل؟ وقس على ذلك بقية الأمور،
في الأخلاقيات، في التدين العملي، الأخلاقيات العملية، التدين العملي، لا أقصد من التدين العقيدة، لا في العقيدة الحمد لله تطورنا كثير، في الأخلاقيات العملية، في التدين العملي لا يوجد تقدم، بل لعله تراجع تقهقر. كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التي هي قطعة من النور اليوم تصل إلينا أكثر من قبل، الكتب اليوم أكثر، أكثر بكثير، قس الكتب اليوم مع الكتب قبل 1200 عام تقريبا، اليوم الكتب الدينية كثيرة جدا، المجالس التي توصل، المجالس الحسينية المباركة التي توصل صوت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلى الناس كثرت بشكل لا ضعف وضعفين وعشرة أضعاف ومائة ضعف، لا يمر يوم واحد إلا ومئات الآلاف من المجالس الحسينية تقام على وجه الأرض، أليس كذلك؟ مئات الآلاف من المجالس يوميا. هذا المجالس ماذا يبث فيها؟ يبث نور، النور يصل إلى المؤمنين، ناهيك عن الفضائيات العديدة، ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها ملايين من المؤمنين في نشر هذا النور، ناهيك عن التطبيقات الخاصة التي برمجت في نشر هذه الأنوار، هذه الأنوار تصل إلى المؤمنين أكثر من قبل، المفروض أنها تؤثر، المشكلة أين؟ المشكلة في هذا النور؟ لا، النور نور، المشكلة في أخذ هذه النور، هذه الأنوار. لنكن منصفين، التغيير ليس سهلا، التغيير صعب، أدرك أن التغيير ليس سهلا، الإنسان تعود على نظام معين يبقى على هذا النظام عادة إلى آخر عمره، يريد أن يغير إلى الأفضل، أن يغير أخلاقياته إلى الأفضل، إنسان جبان يريد أن يصبح إنسانا شجاعا، إنسان بخيل يريد أن يصبح جوادا، هذه القضية ليست سهلة، أدرك أنها ليست سهلة، ولكن هذا الشيء الذي ليس سهلا يلزم أن نفعله أم لا؟ أم نبقى إلى آخر عمرنا في نفس المستوى؟ صلاتنا التي نصليها تبقى في نفس المستوى إلى آخر عمرنا، أم يلزم أن تتقدم في الإخلاص؟ تتقدم في التوجه، تتقدم الصيام، هكذا بقية الأعمال والأخلاقيات. إخواني، كل أب تقريبا لعله في عمره مرارا وتكرارا يقول لولده: بني تقدم، أريد أن تكون أنت الأول في الصف، أريد أن تكون أنت الراقي، ارتقي. نطلب من أبنائنا الرقي، لماذا نحن لا نرتقي؟ أنت تتمكن، أقول لابني أنت تتمكن، بالفعل هو يتمكن، كلام صحيح، أنا لا أتمكن، فقط الشاب يتمكن. أطلب منه أن يكون القمة وأنا لست في القمة، طلبي منه صحيح، ولكن هذا الطلب أوجهه لنفسي أيضا أم لا؟ هو أيضا في مرحلة، لا، أطلب منه أنه يرتقي يصعد. صعب، ليس صعبا عليه، صعب عليه، أول الصبح النوم مسلط عليه كالسلطان، النوم سلطان، يلزم أن يستيقظ، يذهب إلى المدرسة، يدرس، يتعب، يرجع للدار، عنده مطالعات، عنده كتابة، يلزم أن يرتقي بصعوبة، بصعوبة يرتقي. الرقي ليس سهلا عموما، أطلب منه أن يرتقي وأحب منه أن يرتقي في كل المجالات، وأنا 40 سنة في مستوى واحد.
إحدى المشاكل الكبيرة الكبيرة الكبيرة، إحدى طرق الشيطان المؤثرة القوية اليأس. أنا عندي حالة يأس لا أتمكن يا أخي، أريد أن أغير أخلاقياتي السيئة إلى الأخلاقيات الحسنة لا أتمكن، أريد أن أرتقي في العبادات، أريد أن أرتقي في الأعمال الواجبة لا أتمكن. حالة اليأس، حالة لا أتمكن، هاي مشكلة. خلال سنوات تجارب عديدة الإنسان يدخل فيها يفشل في تلك التجارب، تحصل عنده حالة اليأس، وإذا وصل الشيطان يرقص، الشيطان يضحك بأعلى صوته. تمكن من هذا الإنسان، الإنسان الذي سيطرت عليه حالة اليأس، هذا يعطي الشيطان مطلبه، أمله، مراده. وهذه الحالة ليست إلا مجرد تصور خاطئ. التوكل على الله أولا وأخيرا، التوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أولا وأخيرا، والسعي، اسعى يا أخي خطوة خطوة، صلاتك اليوم وصلاتك الصلاة التالية، لا أقول صلاة اليوم، صلينا صلاة الظهر الآن قبل قليل، بعد قليل نصلي صلاة العصر، صلاة العصر أطورها خطوة صغيرة صغيرة تكون أحسن من صلاة الظهر، ممكن ممكن يا أخي ممكن، خطوة صغيرة إلى الأحسن. ذنب الإنسان يرتكبه مرة واحدة يقلل، في هذه المرة لا أرتكب هذا الذنب، أضبط نفسي مرة واحدة بالأسبوع، مرة واحدة بالشهر، مرة واحدة، ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، بل سهل، الخطوات الصغيرة عادة سهلة، بعد فترة أنا حققت شيئا. خلاص الخلاصة، حجة الله على الخلائق الذي كل الكائنات مرتبط به، شخصية لا نتمكن أن نفهم عظمتها بمقدار 1 بالمليار. هذا الشخص أتمكن، أنا الإنسان الصغير أتمكن أن أدخل السرور إلى قلبه، ما أغير مجتمعي، على الأقل أغير نفسي، من حقه علي أم لا؟ أنا الذي لا أسوأ، الإمام يفرح يفرح إذا رأى شخصا من أتباعي من شيعتي تغير إلى الأحسن ولو خطوة صغيرة، يفرح أم لا؟ هذا الفرح كم يسوى؟ يسوى الكثير الكثير. هذا أتمكن منه، تغيير المجتمع صعب، تغيير النفس على الأقل، بل حتى تغيير المجتمع ممكن إخواني. كثيرا ما نقول، أنا أقول أنت تقول، ليت مجتمعاتنا كانت مجتمعات سليمة نظيفة. المجتمع ما هو المجتمع؟ المجتمع أنا وأنت، المجتمع ما هو؟ كيف يصبح المجتمع سالما؟ يعني نأخذ شيء ننظف المجتمع، مكان يعني ننظفه؟ لا، أنا أتغير، أنت تتغير إلى الأحسن، شيئا فشيئا المجتمع يرتقي. حتى نتمكن أن نغير، بتغيير أنفسنا نغير المجتمع خطوة إلى الأمام. شهر شعبان شهر مليء بالبركات الاستثنائية، مليء بالذكريات السارة الكبيرة الضخمة العظيمة. بدأت هذه الذكريات السارة من يوم الجمعة الماضية، واستمرت من يوم السبت القادم غدا
تبدأ العشرة المهدوية المباركة. ونستقبل في هذه الأيام، في هذا الأسبوع، الذكرى السعداء العطرة الميمونة المباركة بمولد السيد الكائنات في هذا العصر، بقية الله الأعظم، الإمام المهدي من آل محمد، أرواح العالمين له الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلمة عن الإمام وعنهم، عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هناك دعاء في شهر رجب يقرأ يوميا، هذا الدعاء أساسا هو من الأدعية الواردة من الناحية المقدسة. خرج هذا الدعاء على يد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري النائب الثاني رضوان الله تعالى عليه. هو الدعاء أساسا دعاء راقي، دعاء في البداية منه قبل المطالب، قبل أن يطلب الإنسان، الإنسان يقسم على الله سبحانه وتعالى بمن؟ بسادة الخلق. بدايته: اللهم أني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. ولاة أمرك من هم؟ محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك. أوصاف، أوصاف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلى أن نقرأ وتحفظون، بعضكم يحفظ أصلا هذا الدعاء يوميا يقرأ في شهر رجب. هناك عبارة، وعبارات هذا الدعاء أساسا عبارات عجيبة، بل أقول حتى صعب على بعض المؤمنين تحمل هذه العبارات، وبعضهم قد كتب أن هذه العبارات لا يمكن أن تصدر، يعني صعب عليه، أظهر أن هذه العبارات صعب عليه، لا يتمكن أن يستوعبها. حتى بعض الكبار كتب أنه لا يستوعب، بعض القلوب تستوعب. في مقطع من هذا الدعاء نقرأ هذه العبارة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. نعم ما فعلتم، ذكرتم هذا الذكر العظيم، ذكر الصلوات، ولكن هذه العبارة ماذا تقول؟ فيها صلوات وصلوات وصلوات وصلوات، عبارة عجيبة. هذه العبارة من مقطعين، المقطع الأول: فبهم ملأت، هذه الكلمة كلمة إمام معصوم، ملأت يعني ملأت، لا توجد مبالغة، يعني بمعنى أنه أكثر من الواقع الإمام يبين، حاشاه، المبالغة بهذا المعنى مستحيل أن يكون في كلام المعصوم، يستلزم من ذلك التناقض أن المعصوم يتكلم بخلاف الواقع. فبهم ملأت، ملأ، ملأت سماءك وأرضك، يعني ماذا؟ أنا أطلب إعانة على فهم هذه العبارة. بهم يعني ببركاتهم ملأت سماءك وأرضك، ممكن يعني بأنوارهم ملء، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد في السماوات والأراضين سنتيمتر مكعب خالي منهم، هذا معنى ملأ، يعني ذلك. ببركاتهم، بأنوارهم، ممكن، محتمل، ولكن العبارة أتصور أنها فوق هذا الشيء. بهم ملأت، بهم
لا ببركاته، بركاتهم ملأت السماوات والأراضين. صحيح، أنوارهم ملأت السماوات والأراضين. صحيح، لا، العبارة لعلها تريد أن تشير إلى شيء أعظم من ذلك، بأهل البيت. طبعا بأجسامهم لا، حتما لا، أجسامهم ما ملأت السماوات والأراضين، أجسامهم كانت أجسام تقريبا عادية كشكل كحجم، أجسامهم الدنيوية. هذه العبارة الأولى صعبة، حقا صعبة، أصلا تفسيرها صعب. يحتمل أيضا احتمال ثالث أن المقصود من بهم الباء باء سببية، يعني بسببهم، يعني هم السبب، هم الواسطة يكونون. هذا الذي يعتقد به مجموعة من كبار علمائنا، أنهم الواسطة في كل الفيض. الواسطة يعني العلة الموجدة، يعني الله سبحانه وتعالى عبر أنوار أهل البيت صنع كل شيء، اقتضت حكمته هكذا. هذا أيضا احتمال، ولكن لعله المعنى أيضا شيء فوق ذلك. هذا العبارة، هذا المقطع الأول من هذه العبارة الشريفة. المقطع الثاني غريب وعجيب وتفسيره صعب كالمقطع الأول. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. التوحيد، التوحيد الذي هو شيء فطري في كل البشر، في كل الملائكة، في كل الجن، في كل الحيوانات، في الجمادات، في كل شيء. التوحيد موجود في كل شيء، الله سبحانه وتعالى جعل التوحيد في كل شيء، كل شيء يعتقد بتوحيد الله سبحانه وتعالى، حتى الجدران. هذا التوحيد الذي هو موجود جعله الله سبحانه وتعالى في الفطرة، في أساس الخلق، في كل شيء، هذا ظهر بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بل ظهر بملئهم السماوات والأرض. العجيب هنا، فبهم ملأت، هذا الملء الذي بهم حصل، الله ملأ بهم، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى. هذا الملء جعل يظهر التوحيد. يا أخي التوحيد أهم شيء، الشيء الفطري الأولي. لا أريد أن أقول أن من قال أنه لا يتحمل هذه العبارة من حقه، ولكن العبارة صعبة. طبعا العبارة السابقة على هذه العبارة أيضا صعبة. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادنا لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك. العبارة هذه، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. صل على محمد وآل محمد. فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. الله على محمد وآل محمد. عبارات صعبة. أمس كنت أقول لبعض الإخوة مشايخ، قلت أظن، ولا يعلم الإنسان المستقبل، أظن لو عمرت 1000 سنة وفي هذه 1000 سنة يوما بعد يوم ارتقيت علميا، أظن أنني بعد 1000 سنة سوف لا أفهم عمق هاتين العبارتين.
لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هذه العبارة. والعبارة الثانية: فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. نفهمها لا نفهمها، قيلت لنا أم قيلت لغيرنا؟ بعض العبارات قيلت لغيرنا أصلا. هذا واقع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أبارك لكم الأيام السعيدة القادمة في هذا الأسبوع والأسبوع التالي. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق هؤلاء الأخيار الطيبين الأبرار صلوات الله وسلامه عليهم أن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.